عشية انطلاق الانتخابات البرلمانية الإسبانية، أظهرت استطلاعات الرأي تقاربا في المنافسة بين كتلة اليسار التي يقودها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وتكتل اليمين بزعامة ألبرتو نونيز فييخو. وتعهد سانشيز بتحقيق الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة. وكان رئيس الوزراء الإسباني قد دعا في مايو الماضي إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك بعد تراجع حزبه الاشتراكي في الانتخابات المحلية والإقليمية. للمتابعة تنضم إلينا من العاصمة الإسبانية مدريد مفادتنا ليال سعد. ليال، مرحبا بك. كيف تتحضر إسبانيا تحديدا العاصمة مدريد للانتخابات التشريعية غدا؟ حتى اللحظة ميشا لا تزال الأجواء هادئة جدا في العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن التحضيرات طبعا على قدم وساق لهذه الانتخابات التي ستجرى في المدارس في كل أنحاء البلاد. هذه الفترة من العام هي مهمة جدا لإسبانيا، لأنها لا تشهد فقط على انتخابات تشريعية أو الانتخابات العامة المبكرة، بل من حيث الجوهر لها أهمية كبرى ليس فقط في الداخل الإسباني بل أيضا على صعيد الأوروبي، وهو احتمال بحسب آخر استطلاعات الرأي فوز اليمين. ولكن ليست هي فقط هذه الأهمية، هذه الانتخابات التي تجرى في وقت مبكر مع ترأس إسبانيا للاتحاد الأوروبي والتي تنتهي هذه الرئاسة في ديسمبر، حيث كان متوقع أو مقرر أن تعقد هذه الانتخابات في نهاية هذه الرئاسة. لكن مع الانتخابات المحلية التي جرت في 28 من مايو، كان هناك تراجع للحزب الحاكم أو الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وعليه اتخذ القرار بإجراء انتخابات مبكرة والتي ستعقد يوم غد. هذه النتائج بالانتخابات أتت ورجحت الكفة لحزب اليمين وتحديدا للحزب الشعبي برئاسة ألبرتو فييخو. ولهذا الموضوع أهمية كبرى ميشا، على مستوى أن حتى اللحظة لا يبدو أن أي من الحزبين إن كان الاشتراكي أو الحزب الشعبي سيكون له غالبية في البرلمان، وبالتالي سيخضع الحزبين سيخضع الحزبين للتحالفات، ومن هنا نتحدث عن إمكانية التحالف مع اليمين المتطرف وتاليا إعادة وصول من عام 1975 اليمين المتطرف إلى البرلمان أو إلى الحكومة في أوروبا. على أي حال طبعا هذه لا تزال ضمن استطلاعات الرأي، سيكون هناك تفاصيل يوم غد مع بدء الاقتراع عند الساعة 9 صباحا، وتغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 8 مساء، واتباعا يبدا الفرز والنتائج. مش على اي حال ليال، انت باقيه في هذه التغطيه، كنت معنا مباشره من مدريد مفادتنا ليال سعد، شكرا جزيلا لك.